السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها المستجدات العسكرية في ظل الحديث رسميا عن مقترحات هدنة. بعد مرور أسبوع على الهدنة المفترضة التي أعلنها التحالف من طرف واحد، شهدت العاصمة صنعاء أمس غارات بددت حالة السكون التي عاشها السكان عقب موجة الأمطار والسيول. ووفقا لمصادر محلية، فإن ثلاث غارات استهدفت جبل الحفا الذي يضم معسكرا لميليشيات الحوثي، كما استهدفت غارات مماثلة منطقتي العروش والوتدة في مديرية خولان جنوب شرقي صنعاء، وغارات أخرى استهدفت مواقع في وادي ظهر بمديرية همدان. من جهتها قالت الشرعية أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 183 اعتداء على مواقع قوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات، مستغلة التزام الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ الخميس الماضي من جانب واحد استجابة لدعوة الأمم المتحدة. هذه المستجدات جاءت قبل ساعات من إطلالة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الذي تحدث قبل قليل لمجلس الأمن الدولي عن سوء الوضع الإنساني في اليمن نتيجة الحرب وما أسفرت عنه السيول في مأرب وعدن وصنعاء. نناقش تناقض المشهد العسكري والإنساني في اليمن وموقف التحالف والأمم المتحدة مع ضيوف الحلقة، لكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. في وقت يعيش فيه اليمنيون قلقا من كورونا ونكبات سيول الأمطار التي ضربت عدن وصنعاء وأخيرا مأرب، فوجئ سكان أمانة العاصمة وخولان بغارات أقضت مضاجعهم. جاءت الغارات بعد نحو أسبوع من الهدنة التي أعلنها التحالف من طرف واحد استجابة لدعوة الأمم المتحدة لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا. مصدر مطلع قال لبلقيس إن التحالف لم يعلن قيامه بهذه الغارات، مع أن الواقع يقول أن لا جهة يمكنها أن تقصف أهدافاً حوثية سوى التحالف. في هذا السياق قالت الشرعية إن ميليشيا الحوثي ارتكبت 183 اعتداءً على مواقع وقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات، مستغلة التزام الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ الخميس الماضي من جانب واحد استجابة لدعوة الأمم المتحدة. متحدث الحوثيون قال إن ادعاء وقف إطلاق النار ليس إلا مناورة مكشوفة ومفضوحة، وهي الهدنة التي لم يقبلها الحوثيون أصلاً. هذه المستجدات جاءت بعد ساعات من إعلان الحوثيين تقدمهم للأمم المتحدة بمقترحات تتعلق بهدنة، وقبيل إفادة المبعوث الأممي لمجلس الأمن عن مستجدات الوضع في اليمن. ووسط هذه التراشقات بين التحالف والحوثيين، يقف اليمنيون شمالاً وجنوباً على أعصابهم في انتظار حل نهائي حقيقي يوقف الحرب التي يدفع ثمنها الشعب على مرأى من المجتمع الدولي الذي يستخدم المأساة اليمنية للمناورة حيناً وللابتزاز السياسي أحياناً كثيرة. إذن نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز مساء الخير. الصوت تربى. سيد عبد العزيز هل تسمعني؟ لا، نعم. هل تسمعني جيدا سيد عبد العزيز؟ نعم، إذن يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، سيتم معاودة الاتصال بالسيد عبد العزيز من قبل الزملاء. وارحب بضيفي من المنام الباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء مساء الخير. مساء النور، اهلا فيك. اهلا بك سيدة ميساء. يعني التحالف يعلن في البداية عن هدنة من طرف واحد ويعلن التزامه بتنفيذ هذه الهدنة، ومن ثم يتفاجأ الناس بأنه يقصف صنعاء وهمدان ومناطق أخرى، كيف يفهم هذا الأمر؟ هو أصلاً الحوثي ما كانش مرحب بالهدنة، يعني كان الحديث من محمد عبد السلام أنه الأولى هو وقف الحرب ورفع الحصار، كان في قائمة طلبات طويلة، يعني الطلبات اللي قدمها الحوثي للمبعوث الأممي كانت أقرب إلى أنها
طلبات تعجيزية، يعني كلها طلبات من السعودية أصل مطلوب منها تعملها. في وقت الحوثي مش مطلوب منه شيء غير أنه يوقف القصف على السعودية، يوقف الضرب على الحدود وغيرها والصواريخ. فبالتالي هذا من غير حديث عن أي تشكيلة حكومة وطنية، من غير حديث عن أي شكل من أشكال التنازلات. فواضح أن الحوثي مش في جو أو مش في مزاج للتنازل. نعم. هو يشعر أنه في وضع عسكري أفضل بكثير من أنه يقدم أي تنازل من أي شكل. نعم. حاليا هم حاصر مأرب. أتصور أن معركة مأرب هي اللي حتحسم، يعني إذا الحوثي خرج منها منتصر فهو مش لن يكون في مزاج لتقديم أي تنازل من أي نوع. نعم. لأنه بسقوط مأرب ممكن ببساطة يفسد سيطرته على اليمن الشمالي بأكملها ما فيها تعز. نعم. وإذا لم تسقط مأرب فهو ممكن يفاوض على أشياء معينة، يعتمد على حسب وضعه العسكري، هل الوضع العسكري قوي، هل هو قادر يحاصر مأرب، فبالتالي ستكون مفاوضات اقتصادية على مكاسب النفط، أو أنه سيكون خارج من المعركة بدون أي قدرة على التفاوض أنه خرج خاسر عسكريا. فهي المسألة تعتمد على الوضع العسكري. الوضع العسكري الآن كبير جدا، وأتصور أنه مش في مزاج لتقديم تنازلات أو في وقت الحرب، هو في مزاج يعني هو في أحسن حالات الآن للتقدم. والمكسب أنه يأخذ مأرب هذا مكسب ضخم جدا، هو صعب أنه يتخلى عنه في سبيل علاقات عامة تخص السعودية. يعني السعودية بالنسبة لها هي دولة يهمها صورتها قدام العالم. فالحديث كان هو شكل من أشكال أنه إبراء ذمة أمام الوضع في كورونا والضغط الدولي عليها. نعم. لكن لم يحدث ترحيب من الحوثي، لم يحدث التزام منه، فبالتالي هم لم يقوموا. لكن سيدة ميساء ايضا كما تتحدثين يعني ان ايضا الشرعيه والتحالف هم يدركون تماما ان الحوثي يعني استحاله ان يتنازل عن يعني بعض او معظم او جميع اهداف هذه الجماعه، وبالتالي هم بادروا من تلقاء انفسهم باعلان هدنه، من ثم نقضوا هذه الهدنة. لكن لو تابعنا حتى الآن التحالف لم يصدر أي بيان يوضح ما الذي جرى وما هو الداعي لهذه الغارات، يعني كيف يفهم الأمر؟ أولا الهدنة مثل ما قلت لك هي نتيجة ضغط دولي بسبب الكورونا، فهي وقفت عمليات عسكرية كانت ممكن يعني كانت متقدمة ناحية مأرب بين الطرفين. لكن الآن ما الذي حدث الآن في صنعاء اليوم لم يحدث، يعني لم يحدث تغطية إعلامية أصلا. نعم. يعني هو ممكن التحالف بيبعث رسالة أنه أنا مش ملتزم بالهدنة إذا أنت لم تلتزم بها، يعني هي ممكن تكون مجرد رسالة، ممكن تكون تصعيد عسكري، هذا أمر ستكشف الأيام. يعني هل هو سيكون هذا في إطار تصعيد عسكري مقبل سيستمر سينكشف خلال الأيام المقبلة؟ نعم. أو مجرد رسالة بيبعثها للحوثي، لأن الحوثيين والتحالف بيبعثوا رسائل لبعض بهذا الشكل. يعني الحوثي مثلا إذا لم يعجبه هدف السعودية في مسألة معينة هو عرضها، أحيانا كثير بيحصل القصف بعدها كأنها رسالة للسعودية أنا ممكن أتفرج فأنت لازم تقدمي لي التنازل في هذه النقطة. فهو أحيانا بتكون هي مسألة مجرد تبادل رسائل في التصعيد العسكري، وأحيانا نعم. تكون في إطار تصعيد عسكري. نعم. إذا السعودية تعمل إيش حيحصل؟ اللي هي بس بدبة وهي حاليا لم تحدث تغطية إعلامية كبيرة، فهو التحالف ليس مجبر إنه هو يعمل نفسه بلبلة وحديث إعلام وتفسير ويعمل نفسه بلبلة. خلاص هي ضربة الرسالة وصلت للحوثي، مش محتاج إنه هو يفسد على نفسه جو العلاقات العامة الذي كان فيه قبل كم يوم عندما أعلن عن الهدنة. نعم. إذن سيدة ميساء تكرم بالبقاء معي قليلا، وأعود للترحيب مرة أخرى بالمحلل العسكري عبد العزيز الهداشي معنا من الرياض. سيد عبد العزيز هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. أهلا بك سيد عبد العزيز. يعني كيف يتحدث التحالف عن هدنة ويعلن الالتزام بها، ومن ثم يقصف أو يقوم بقصف صنعاء وخولان وهمدان، وأيضا حتى الآن لم يصدر أي توضيح أو بيان؟ حقيقة هو التحالف يعني أعلن الهدنة من طرف واحد ورمى الكرة في ملعب الحوثي ليقبل بالهدنة، لكن الحوثي رفض أن يتعاطى مع الهدنة، لم يقبلها
وفي نفس الوقت يعني وضع شروط تعجيزية لهذه الهدنة. على سبيل المثال من ضمن الشروط التعجيزية فك الحصار البحري والجوي، انسحب جميع القوات الأجنبية ويصدها القوات السعودية وغيرها من القوات، وهذه وشروط الحوثي هذه تأتي في مفاوضات نهائية وليس في 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 مجال هدنة. الحوثي رفض الهدنة بجانبه، واعتقد ان المنطقة العسكرية في صالح فهو في حالة في نشوة انتصاراتها الأخيرة التي حصلت في نهم والجو، وهو الذي يبادر في جميع المعارك، وبالتالي هو الذي يحدد الحرب من عدمها. الحوثي وضع ايضا شرط تعجيزي اخر، وهو ان يتفاوض مباشره مع التحالف، وعلى اساس ان الشرعيه وغيرها من المكونات الموجوده في الساحه اليمنيه المعاديه له يعني سوف يتعامل معها عسكريا. الحوثي يريد ان يعني فك الحصار عليه، ان يتفاوض مع دول التحالف مباشره، وفي حال حدث هذا فهذا يلغي دور الشرعية ودور التحالف في نفس الوقت، ويعتبر الحوثي هو الممثل الشرعي لليمن في هذا الحالة. وبالتالي الحوثي وضع شروط تعجيزية واستمر في حربه، فقد هاجم في مديرية الزائر، هاجم في مديرية الصومعة، هاجم في قانية، استمر يهاجم في خب والشعب، استمر في الخروجات في الساحل الغربي، لم ما يقارب 100 خرق عسكري أو اختراق للهدنة استمر الحوثي في هذا الجانب، وهو لا يبالي بأي شيء. أضف إلى ذلك، ما الذي سوف يستفيده الحوثي من الهدنة؟ هو متفوق عسكريا، حتى في أدبيات الحوثيين يقولون إن الهدنة معناها أن نعطي للقوات التي في مأرب وفي الجو أو في بقايا الجو نعطيهم فرصة لإعادة ترتيب صفوفهم. من الناحية العسكرية كلام الحوثي منطقي، فالهدنة سوف تكون في صالح الشرعية لإعادة ترتيب الصفوف، ولم لمت اوراقه من بعثره. الحوثي من الناحيه العسكريه هو محق، يعني الهدنه في هذه الحاله انتحار عسكري بالنسبه له، لانها سوف تقوي الشرعيه، على عكس ما حدث في 2016 عندما تعرض لهزيمه في ذيفينة وتم تهديده بشكل مباشر، سارحوا لطلب الهدنه، وكان مفروض ان الشرعيه هي التي ترفض الهدنه وتستمر في المعركه. أضف إلى ذلك في 2018-2019 عندما شعر بالخيبة والهزيمة في الحديدة، وكادت مدينة الحديدة أن تتحرر يعني في عدة أيام، سارحوا للمفاوضات وطلب الهدنة، وكان مفروض أن يعني يتعاطى الطرف الآخر الذي هو الشرعية أو القوة الموجودة في الساحل الغربي برفض الهدنة هذا. الشرعية الآن العكس، هو العلا من الناحية العسكرية هو محق لتركب الهدنة، حتى لو حب يريح مقاتليه يمكن يوقف جميع الجبهات هون، لأن الشرعية لم تطلق عليه رصاصة واحدة، فهي أضعف من أن تهاجمه في موقف دفاعي. وبالتالي الحوثي الآن يلعب في جميع الأوراق. الشروط التي وضعها الهدنة تعجيزية، وقد تكون اليوم القصف الذي قامت به طيران التحالف هي عبارة عن رسالة له، التزم بالهدنة. طيب، إذن سأعود لك سيد عبد العزيز، تكرم بالبقاء معي، وأذهب للباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. يعني سيدة ميساء، يعني أمام يعني كل هذا التعنت من قبل الطرفين، ميليشيا الحوثي يعني لديها اشتراطات ولا يمكن أن تتراجع عنها، والتحالف أيضا مستمر في المعركة على نفس الإطار، إذن ما هي الحلول الممكنة برأيك للخروج من هذا الواقع؟ أتصور أن اليمن لا زالت بعيد عن التسوية السياسية، لا زال هذا الكلام بعيد عن الواقع. يعني الأمور الآن تتجه نحو التصعيد، أتصور ذلك. يبدو أن الحوثي فعلا في حالة انقضاض مثل ما يقولوا نحو مارس، بالنسبة لها هذه جائزة كبرى على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي، وهو الأهم. يعني هذا بيضيف له موارد ضخمة، وهو أصلاً مسيطر على مناطق هي فقيرة الموارد. فبالتالي أتصور أن الحوثي ليس في مزاج التنازل. السعودية صعب أنها تقبل هذه الاشتراطات الحوثية، يعني هذا مسألة هي لم تجد حتى الآن مخرج لحفظ ماء وجهها. والحوثي الكفة العسكرية والسياسية كلها بتميل لجهته، فهو مش شايف أنه في
رغبة للتنازل، يعني مش شايف في ضرورة أصلا للتنازل، ولا يرى أنه في ضرورة للتنازل، بينما السعودية من الصعب عليها أنها تخضع لرغبة بهذا الشكل. فأتصور أنه مسألة أنه تأمين محرج للسعودية يحفظ ماء وجهها، وبحيث أنه والحوثي في هذا الوضعية المنتصرة عملية صعبة جدا. لهذا أنا أتصور أن التسوية اليمن لازالت بعيدة عنها جدا، وأتصور أنه معركة مأرب ممكن تكون حاسمة في هذا الإطار. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيدة ميساء شجاع الدين، باحثة سياسية يمنية، كنت معنا من المنامة. شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، يعني لعلك تتابع ما يحدث في صنعاء خلال الأيام الماضية، يعني وضع استثنائي للغاية، كوارث طبيعية و نازحين وتدهور في كافة الجوانب، ويأتي التحالف للقيام بهذه الغارات التي أساساً لم تغير شيء في مجرى المعركة منذ البداية، يعني ما زال الحوثي بنفس الوضع الذي واجههم به منذ البداية، وربما أو يعني يبدو أنه يزداد يوماً عن يوم تطوراً. لا هي لا 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 ربما القصف هو الحاجة لم يتذكر من المواطن، القصف السادة في جبال ومناطق ليس فيها مواطن، لكن هو إقلاق للسكينة ورعب للناس. سيد عبد العزيز، اترك اليمنيين ما عندهم شيء يترقوا ولا شيء، اليمنيين تعودوا على هذا. القصف جاء ردا على استراكة الحوثي وعلى تهديدات بقصف منشآت حيوية في السعودية. وأيضا يعني الحوثي لم يتوقف عن المعركة، لم يتوقف في الجو، لم يتوقف في البيضاء، لم يتوقف في الساحل الغربي، لم يتوقف في أي جبهة، الحوثي شغال. وبالتالي الهدنة ألغيت، الحوثي حتى لم يقابل الهدنة برد إيجابي. نحن كنا نريد، ولا تنسى أني أول من دعيت الهدنة، كنا نريد الهدنة أن تكون مدخل لمفاوضات شاملة إذا نجحت الهدنة. أضف إلى ذلك أن الهدنة نفسها، أي هدنة في العالم، لا آلية تنفيذ، لا يوجد. الهدنة كانت مجرد يعني عرض من المبعوثة الدولية، قبلتها الشرعية، أيدها التحالف، رفضها الحوثي. إذن الهدنة هي من طرف واحد، وللعلم الشرعية قابلة الهدنة نتيجة ضعفها، نتيجة عدم قدرتها على خوض أي معركة. لكن أرجع أقول لك حاجة، لن يكون هناك سلام في اليمن، لن يكون هناك سلام في اليمن ما لم يتم كسر شوكة الحوثي عسكرياً، والا فان الحرب سوف تستمر الى ما لا نهايه. لا يوجد افق سياسي للحل حتى الان، لا توجد مبادره جاده حتى الان للحل. الخطه التي وضعها الحوثي هي خطه يعني يضعها المنتصر لاستيعاب بقيه القوى بما فيها الشرعيه، وللاسف الشديد الوضع العسكري لصالحه، وبالتالي اي مفاوضات او اي سلام او اي مهادنه او اي شيء يكون حسب قاعده نابليون. نعم. لكن سيد عبد العزيز، يعني أنت تعرف جيدا وقد حدثتنا أكثر من مرة بأن هناك خلل في استراتيجية هذه المعركة، يعني إذا كان الحوثي لم يلتزم بهذه الهدنة ولم يلتزم أخلاقيا، هل يجوز للتحالف أيضا أن لا يلتزم أخلاقيا، أو أنه يصبح معفي في هذا الجانب بأن يأتي ويعود لقصف جبال صنعاء مرة أخرى ويقصف مزارع ومن هذا القبيل وتترك الجبهات بدون أي إسناد؟ على التحالف وليس متحدثا باسمه. كم عدد المواطنين الذين أصيبوا في هذا القصف كله؟ هل القصف قد يكون رسالة للحوثي إما أن تلتزم بالهدنة، وإلا ما زلنا قادرين على مواصلة الحرب، لأن الحوثي يعتبر نفسه تعامل مع إعلان التحالف بالهدنة على أنه المنتصر. أعتقد أنه قصف جبال عطان أو جبال عيدان أو جبل نقوم أنه شيء روتيني وتعودنا عليه، ولا يتضرر منه المواطنون. سوف ندين أي قصف للتحالف إذا قصف يعني آمنين أو مواطنين، لكن القصف هذا في الجبال يقصفه حتى ليوم القيامة، ما يترشيد لا 5 سنوات أو 6 سنوات وإحنا في نفس المواقع. لكن الغارة أو الغارتين كانت ستكون أجدى إذا حددت مكانها الصحيح و يعني لا تهدر عبثا في الجبال. إذن أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي أو المحلل العسكري عفوا السيد عبد العزيز الهداشي، كنت معنا من الرياض. شكرا جزيلا لك، وأرحب هنا بضيفي من العاصمة المؤقتة عدن الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب مساء الخير.
مساء النور شادي عليك وعلى ضيوفك والسادة المشاهدين. أهلا بك سيد عبد العزيز أو عفوا عبد الرقيب. يعني نتحدث اليوم عن يعني عدم التزام التحالف بالهدنة التي أساسا أعلنها هو من طرف واحد، ويأتي اليوم أو مساء الأمس ليعاود الغارات على صنعاء ودون إيضاح حتى اللحظة، يعني كيف تتابع الأمر؟ دعنا أولا دعني أشير إلى قضيتين مهمتين. أولا طبعا هناك رغبة دولية وضغوط دولية تمارس لإنهاء الحرب في اليمن. القضية الثانية أن هناك كذلك رغبة سعودية للخروج من هذا المستنقع ومن هذا التعثر الذي يعني وصل اليوم إلى العام الخامس في حرب لم تصل إلى نتيجة. أنتجت هذه الضغوط وهذه الرغبة إعلان التحالف أو المملكة العربية السعودية تحديدا وقت إطلاق النار والهدنة، لكن الحوثيون كانوا على علم أن هناك ضغوط دولية وأن هناك رغبة سعودية، وبذلك رفعوا السقف ولن يعلنوا أو يبادروا أو يعني يلتزموا بهذه الهدنة. المواجهات استمرت في معظم الجبهات منذ إعلان الهدنة الخميس الماضي حتى وقد أعلن ناطق التحالف يعني عشية الأربعاء إعلان وقت إطلاق النار، قام الحوثيون بنفس التوقيت إطلاق صاروخ بالستي على معرض. بالتالي الحوثيون يحاولون أن يستثمرون في ظل هذا الواقع. اليوم رد المملكة العربية السعودية بهذه الغارات على مناطق متفرقة من صنعاء، حسب المعلومات أن هناك الحوثي كان يعد إطلاق صاروخ وانفجر في صنعاء حسب شهود عيان وحسب يعني وسائل إعلام، وبالتالي جاء الرد أن هناك منصة صواريخ كانت تنصب في صنعاء. بالتالي الحوثي لم يلتزم خلال الفترة الماضية، وجاء الرد اليوم يعني متسق مع هذا الواقع الذي لم يحترم الهدنة ولم تتوقف على إثره الجبهات واختراقات الحوثيين للهدنة والتي لم يلتزموا بها. نعم. طبعا لكن سيد عبد الرقيب، يعني في ظل الكثير من الوقائع على الأرض وأيضا في إذا ما تابعنا أيضا الإشراطات التي تقام مقابل أن تحصل أي هدنة، يعني هل تجد بأن الوضع مؤاتي لإقامة هدنة خصوصا في هذا الظرف ومع يعني جائحة كورونا التي يشهدها العالم بأسره؟ طبعا كما ذكرت لك لم تكن رغبة يمنية، لم يكن واقع يمني إعلان وقت إطلاق النار والهدنة، لم يكن يعبر عن الواقع اليمني، لم تكن هناك يعني قد أعلنت اكتشاف كورونا، يعني أعلن اليوم هدنة وغدا تم الحديث عن حالة فيروس كورونا في حضرموت، أي أن الأمر كان في إطار محاولة احتواء الواقع وتهيئة الرأي العام للقرار الذي اتخذه التحالف والتزمت فيه الشرعية من طرف واحد. لكن الواقع اليوم يقول التالي، يقول أن الحوثيين لا يمكن أن يدعنوا للسلام، ولا يمكن لهذا الجسم بشكله الحالي، الحوثيون بشكلهم الحالي لا يمكن أن يكونوا طرفا في السلام. حتى الحديث عن حوارات سرية بين المملكة العربية السعودية وبين الحوثيين تاريخيا لم تلتقي السعودية مع الحوثيين، حتى عندما احتوت الزيدية في فترة من الزمن أنتجت هذه الحوثية اليوم التي تهدد المنطقة وتهدد اليمن في 62 أو في الستينات عندما تحالفت المملكة العربية السعودية مع الملكيين كانت لضرورة وقتية وهي مواجهة نفوذ مصر. أما الحديث عن حوار سعودي أو توافق سعودي حوثي هذا ضرب من الخيال ولا يمكن أن يلتقيا. الحوثي جسم غريب لا 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 يعني لا يحقق السلام ولا الأمان لليمن، يقوم على فكرة خرافية يعتقد أنه المؤهل وأنه المنزل من الله لحكم اليمنيين، وبالتالي لا يمكن التعايش معه ولا يمكن أن يجنح للسلام وأن يعيش مع اليمنيين في مواطنة متساوية
على قدم وساق. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الرقيب الهدياني، صحفي ومحلل سياسي، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا. أشكر بقية الضيوف، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.